يا ستة الشامل العلياء شورتكم وما يضيع مع العلياء من جودوا جدكم فسالت على الثورات أنفسكم علمتم الناس في الثورات من جودوا رجعوا الثمار للشارع وأكدوا مطالبهم الأساسي اللي هو إسقاط النظام وثورة الكرامة. ما يمكن أبدا ينهزم الشعب هذا لأنه صابر ومحتسب وثابت على دينه وقيمه ومبادئه. سنبقى ما بقيت هذه الحجارة، سنبقى ما بقي الزعتر والزيتون حتى نسقط بشار الأسد. بشار يريد إسقاط النظام.